اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من برنامج المشهد. التعاون العربي المصري له تاريخ طويل، لا يبدا فقط بالدور العربي في نصر اكتوبر، ولن ينتهي بالدعم الذي قدمه الاشقاء العرب لمصر لكي تنهض من ازمتها الاخيره. بتمتد اوجه التعاون المصري العربي في مجالات شتى، مجالات استراتيجيه، سياسيه، اقتصاديه وغيرها. على الصعيد الاستراتيجي، مصر بتعتبر أنه أمن العرب وأمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي. أما على الصعيد السياسي، فإن الواقع بيؤكد حالة التوافق بين مصر وأشقائها العرب بشأن معظم القضايا الأساسية والحيوية. من الناحية الاقتصادية بالطبع، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك الدعم غير المحدود الذي تواصل الدول العربية تقديمه لمساندة مصر. في كل عام بيتوازى هذا التوقيت، توقيت ذكرى نصر أكتوبر، مع هذه المواقف العربية مع مصر. تعليقا على هذا الموضوع، بنستضيف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور حسن، وأهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بيك، واسمح لنا قبل ما نبدأ الحوار أن نذهب إلى هذا التقرير. علينا الذكرى 41 من نصر أكتوبر المجيد ومعركة الكرامة في ظل تغيرات سياسية كبيرة في المنطقة، وبالأخص في مصر، بعد ثورتين عظيمتين في تاريخ البشرية استطاع فيهما المصريون أن يسمعوا العالم صوتهم وينادوا بالتغيير. ولما كانت مصر دوما في القلب من هموم الأمة العربية وثوراتها ونضال أبنائها، لم يكن دعم ومساندة الأشقاء العرب لمصر في ثورة 25 من يناير والثلاثين من يونيو بالجديد. فالدور الذي لعبته الدول العربية ووقوفها إلى جانب خيارات الشعب المصري كان جزءا لا يستهان به من الانتصار التاريخي على الجيش الإسرائيلي وعبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف وكسر شوكتهم لتتهاوى إلى الأبد أسطورة الجيش الذي لا يقهر. المملكة العربية السعودية كان لها الدور الأبرز حينما أعلنت قطع النفط عن الدول المساندة للعدو الإسرائيلي، إضافة إلى إرسال 2000 جندي سعودي إلى مصر. كما ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 100 مليون جنيه استرليني لدعم الجيش المصري. أما العراق فهيأت كافة الوحدة العسكرية لتكون تحت أمر القيادة المصرية السورية، إلى جانب تقديم الفرقة الثالثة المدرعة من الجيش العراقي. وعن موقف الجزائر الذي لا ينسى للرئيس هواري بومدين، حينما وضع مئات الملايين تحت تصرف القيادة المصرية السورية بجانب العتاد العسكري الكبير الذي أرسله من أسراب طائرات ومدرعات ودبابات ومدفعيات مضادة للطائرات. ولهذا لم تكن حرب أكتوبر مجرد انتصار عسكري كتب في التاريخ المصري، بل كانت ملحمة كبيرة تضافرت فيها كل الجهود ضد العدو الأزلي في المنطقة. مرة أخرى نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب أيضا بدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. دكتور حسن، يعني نصر أكتوبر ما فيش شك أنه كان هناك مع مصر تعاون عربي كبير، مساعدات عربية إلى مصر، وده بيكشف حقيقة ارتباط الأمن الاستراتيجي المصري بالأمن الاستراتيجي العربي. عايزين من حضرتك توضيح في هذه النقطة. يعني اولا طبعا استاذ شادي، اسمح لي بس ان اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، وكل الساده المشاهدين والشعب المصري كله بخير، والامه العربيه كمان، لانه بيتزامن عندنا اعياد كثيره جدا في شهر اكتوبر زي ما حضرتك شايف. عيد الاضحى المبارك بيتزامن مع انتصارات اكتوبر، وكلها كانت بتحمل معنى الفداء. صحيح. سواء كان عيد الاضحيه او عيد الاضحى، والعيد ونصر اكتوبر هو كمان كان كلاهما مثال للفداء والتضحيه بدرجه كبيره جدا. يمكن يعني اجابه على سؤال حضرتك، يمكن نصر أكتوبر هو كان ترجم فكرة التضامن العربي.
فكرة أي. وحدة الهدف أمام دول الأمة العربية على اختلاف حقيقة. ده كان واضح بدرجة كبيرة جدا. صحيح سبقوا يعني حالات يعني مشتركة ما بين بعض الدول وما بين مصر زي السعودية مثلا. في مقولة شهيرة جدا للملك عبد العزيز الحقيقة يعني منشئ المملكة العربية السعودية بتقول إيه؟ لا غنى لمصر عن العرب ولا غنى للعرب عن مصر. ده الحقيقة يعني كانت مقولة ما تزال تترجم حتى هذه اللحظة. ويمكن يحضرني هنا حضرتك أنه الملك عبد العزيز قام بزيارة خارجية وحيدة طوال فترة حكمه للمملكة العربية السعودية كانت لمصر. أيوة. ورجع للسعودية قال لهم أنا عدت إليكم من بلد هي بلدكم وجيش هو جيشكم وحضارة هي حضارتكم. الكلام ده كله تترجم الحقيقة في نصر أكتوبر. يمكن التقرير اللي احنا سمعناه قبل ما نبدأ الحلقة كان بيترجم هذا الكلام في صورة المملكة العربية السعودية والإمارات. حضرتك تعلم أنه المملكة العربية السعودية قدمت دعم كبير جدا في صورة التهديد بقطع النفط عن الدول الغربية إذا لابد أنها تتوقف عن دعمها لإسرائيل. وقد قطعته بالفعل. بالضبط. خلي بال حضرتك من شيء مهم جدا. هذه الدول حين تهدد بقطع النفط ده مصدر دخلها الوحيد. يعني هي مخاطرة ومغامرة غير محسوبة العواقب الحقيقة، لأنه كان في فصل الشتاء وأدى إلى أزمة طاقة في الدول الأوروبية والدول الأمريكية، وبالتالي ده أثر على انحيازها لإسرائيل. من ناحية تانية الحقيقة الإمارات، حضرتك تعلم أن الإمارات الشيخ زايد الحقيقة في فترة حرب أكتوبر حجز كل المستشفيات اللي موجودة في الدول الأوروبية علشان تكون تحت أمر المصابين المصريين ويتم علاجهم. تخيل حضرتك ان الشيخ زايد قام بهذا الدور. ده ممكن ما حدش يكون بيعرفه هذا الكلام. بالضبط. ان هو حجز كل المستشفيات العاجله والغرف الحالات الحرجه مخصصه للضباط والجنود المصريين اذا اصيبوا في حرب اكتوبر. وده كان جاهز امام الجنود علشان يتعالجوا في وقت سريع جدا ويتم انقاذ حياه الكثيرين منهم. الجزائر الحقيقه هواري بومدين الرئيس هواري بومدين لعب دور كبير جدا في الضغط على القياده السوفيتيه وامداد مصر بالاسلحه اللي كانت بتحتاجها، ووضع ملايين الدولارات تحت امر القياده السوفيتيه علشان تشتري بيها الاسلحه وتجيبها لمصر مره اخرى، بخلاف عده دول اخرى قد تصل الى 9 دول قدمت فرق قتاليه تشارك في الجبهه المصريه السوريه. الحقيقه اكثر من فكره اعداد الجنود العرب الذين شاركوا الجنود المصريين في هذه الحرب، فكره الدعم المعنوي، فكره انه كان هناك هدف واحد توحدت عليه الأمة العربية. ما تنساش يا أستاذ شادي أنه مصر كانت هي دايما قلب الأمة العربية. أول دولة نادت بالوحدة العربية وقامت بتجربة وحدوية في 58 مع سوريا. صحيح انتهت بالانفصال في 61، لكن كانت ميزة وقتها أنها تقول أن الأمة العربية هي أمة واحدة تجمعها عوامل أكثر مما تفرق بينها، وده الترجم في حرب أكتوبر اللي احنا بنحيي ذكرها النهاردة. علشان كده يمكن اسمح لي حضرتك أن أنا أطالب بشيء مهم جدا من خلال البرنامج بتاع حضرتك. أنه ما يبقاش الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر هو احتفال مصري فقط، وإنما هو احتفال عربي لابد أن يتم أيضا في الجامعة العربية اللي هي بيت العرب، لأنه لابد أن العرب كلهم يحتفلوا بهذا النصر، لأنهم حين شاركوا لم يكونوا يحررون أرض مصرية فقط وإنما أرض عربية. صحيح. وبالتالي هذا الاحتفال لابد أن يكون احتفالا عربيا أيضا. يمكن حد يسمعنا النهاردة من خلال البرنامج ويبقى الاحتفال العام القادم بمشاركة وفود ممثلة من كل دول الأمة العربية. طبعا يا دكتور، يعني لما نيجي نتكلم عن حقيقة التعاون العربي مع مصر خلال حرب أكتوبر، حضرتك ذكرت انه كان دعم ايضا معنوي لانه مصر هي قلب الأمة العربية، ولكن طبعا هناك اهداف سياسية ايضا من وراء هذا الدعم، لانه احنا اللي في المقدمة، احنا اللي في الوش، احنا وسوريا في هذا الوقت، فكان لزاما يعني على العرب لانه احنا بنحارب نيابة ايضا عن كل الدول العربية عندما نحارب اسرائيل ان تكون هذه المساعدة موجودة ومتوفرة. شوف أنا عايز أقول لحضرتك، هي فكرة مش فكرة حرب بالوكالة أو حرب نيابة عن حد. لا، هو الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ. صحيح. وبالتالي يعني أمن، هم أدركوا هذه الحقيقة من وقت مبكر. الحقيقة هو أدرك هذه الحقيقة، ويمكن المملكة العربية السعودية أدركت هذه الحقيقة أكثر من غيرها. أيوه. لكن لما دايما حضرتك بتقول لي مثلا مقولة بتاعت أمن الخليج خط أحمر وأمن مصر كذا، الكلام ده لم يترجم إلا في بعض الحالات الاستثنائية. ويمكن حضرتك تتذكر مثلا غزو العراق للكويت، ساعتها مصر سارعت بالمشاركة تحت غطاء أممي للمشاركة في حرب تحرير الكويت. تمام. الكلام ده حصل في أوقات استثنائية. تمام. كذلك حرب أكتوبر كانت ظرف استثنائي أيضا، فرضت أن كل العرب يشتركوا في بوتقة واحدة وينصهروا في بوتقة واحدة مهما كان بينهم من خلافات. حضرتك تعلم أنه حتى صور التعاون العربي المصري شابه بعض التوتر في بعض العهود. صحيح. يعني ولكن كانت حالات فردية. يعني حصل خلاف أحيانا في فترة الستينيات لما مصر ساندت الثورة اليمنية والسعودية ساندت الإمام البدر وقتها، لكن كل ده
كان بيغطي عليه لحظات استثنائية شبيهة بحرب أكتوبر، لأنه كان معناها تحرير الأرض العربية واستعادة الكرامة العربية وليست الكرامة المصرية فقط، لأنه العدو الإسرائيلي هو عدو للعرب جميعا وليس عدوا لمصر فقط. الأمر الثاني الحقيقة في مصالح، زي ما حضرتك بتتكلم السياسة تتحدث عن مصالح، ده شيء مهم جدا، لأنه سقوط دولة عربية معناها سقوط باقي الدول العربية، ويمكن ده ظهر بعد شوية بعد أكثر من 40 سنة لما حنيجي نتكلم عن ثورة 30 يونيو بعد سقوط حكم الإخوان، ده ظهر بصورة جلية جدا، تمام؟ فبالتالي كان لابد للعرب أن يتوحدوا للحفاظ على مصالحهم وعلى مصالح الدول الأخرى. ولكن هل العرب بعد ذلك توحدوا للحفاظ على مصالحهم أم اختلف الوضع يا دكتور حسن؟ أنا لسه قايل لحضرتك إنه بالتأكيد يعني شاب الأمور بعض التوترات في فترة من الفترات. مش بتكلم بس على علاقة العرب بمصر، بتكلم على ما فعلته الدول العربية خلال هذه السنوات وموقعنا الآن على خريطة العالم. للأسف للأسف يعني طبعا الإجابة مش هتكون طبعا في صالح يعني الناحية الإيجابية أبدا، إنه لو كان العرب قد توحدوا على هدف واحد لأصبحوا النهاردة قوة حقيقية لا يستهان بها. للأسف الشديد إحنا يعني بيغمرنا قدر كبير جدا من الخلافات والخلافات السياسية، خلافات في وجهات النظر، على أساس أن كل دولة لها سيادة، وبالتالي يعني لا يجوز أن احنا نمس هذه السيادة. ده صحيح، لكن في نفس الوقت لنا أهداف ولنا عوامل مشتركة تجمع بيننا جميعا، وحدة اللغة والدين والمصالح ووحدة أمور كثيرة جدا من ناحية الاقتصادية والاستثمارات، الاستفادة من مخزون الموارد الطبيعية الموجود في كل الدول العربية، والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة. كل دولة عندها ميزة نسبية، إذا توحدت هذه الدول كانت حققت قوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة عسكرية بدرجة كبيرة جدا. هقول لحضرتك على أمر مهم جدا، في مثلث دايما موجود في المنطقة العربية، مصر والسعودية وسوريا. مصر والسعودية وسوريا دائما إذا ما اجتمعت هذه الدول بتمثل خطر كبير جدا على كل الدول الأوروبية اللي بترى في هذه المنطقة مغنم تريد أن تضع قدمها فيه بأي شكل من الأشكال. وكان هناك صراع نفوذ كبير جدا ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وقت ما كان الاتحاد السوفيتي على هذه المنطقة. أيوة. كانوا موزعين المسألة. النهاردة بنعيد هذا الكلام مرة أخرى، بنعيد تقسيم المنطقة مرة أخرى للأسف الشديد مع ظهور النعرات المذهبية والطائفية والدينية، لأخشى ما أخشى أن تؤدي إلى تقسيم المنطقة حسب ما يراد لها من الغرب بأموال العرب. للأسف الشديد. طيب يعني حضرتك ذكرت أيضا في معرض حديثك إنه كان هناك خلافات سياسية كثيرة بين العرب هي يعني حالت دون هذه الوحدة، ولكن ما هو أيضا هناك خلافات سياسية عميقة جدا واختلافات في اللغة وكل شيء بين دول أوروبية، وفي الآخر لقينا أنه في حاجة اسمها اتحاد أوروبي وهو قوي وفاعل على الساحة الدولية. للأسف الشديد احنا دايما بنبدأ من النقطة الغلط، احنا دايما بنبدأ من الوجهة السياسية. الأوروبيين ابتدوا من نواحي اقتصادية بالضبط. ابتدوا من نواحي اقتصادية لا تثير خلاف، بالعكس ده هي تحقق مكاسب للكل، وبالتالي ابتدى البناء من أسفل إلى أعلى. احنا دايما بنبدأ من أعلى إلى أسفل، نبدأ من قمة الهرم إلى أدنى. احنا لو بدأنا من أسفل بيعمل المشكلة. بالضبط، هو ده اللي بيعمل المشكلة، لأنه وجهات النظر السياسية قد لا تتطابق أحيانا على اعتبار أنه مصلحة كل دولة وكل قائد وكل زعيم هو شايف أن المصلحة من وجهة نظره في فترة معينة. حقيقة احنا إذا كنا عايزين نسير على نفس خطى الدول الأوروبية لابد أن نبدأ بالقضايا الاقتصادية والقضايا الفنية التي لا تثير جدالا كبيرا، بالعكس تجمع أكثر مما تفرق وصولا إلى النواحي السياسية. النهاردة الوحدة السياسية اللي حضرتك بتكلم عنها أستاذ شادي بعد 50 سنة. أيوة. إنما بدأت النواحي الفنية من الخمسينيات من القرن صحيح. العشرين. النهاردة لو بدأنا النهاردة يا سيدي بقضايا اقتصادية واستثمار مشترك بين الدول العربية، أعتقد أنه بعد نصف قرن يمكن أن تتحقق الوحدة السياسية اللي حضرتك بتكلم عنها. إحنا بدأنا ده إحنا لو بدأنا ما ناخدش نصف قرن، لأن المشتركات اللي بيننا أكبر بكتير. إحنا ضيعنا قرون في خلافات مذهبية. للأسف أنا بقول لحضرتك ليه نص قرن، لأن إحنا عندنا النهاردة خلافات ونعرات جديدة أثيرت وإحنا مش عارفين مين اللي أثارها الحقيقة، وعندنا تنظيمات إرهابية ومتطرفة ظهرت في كل الدول العربية، وعندنا جدل كبير حول الأمن القومي العربي عند حضرتك ليبيا وعند حضرتك اليمن وعند حضرتك دول كثيرة جدا تثار فيها التوترات أكثر مما تواجه استقرارا. حتى بات الربيع العربي اللي الناس بتتكلم عنه النهاردة، الناس بتتكلم عن الخريف العربي، إنه أدى إلى أمور سلبية لم تكن مرغوبة وقتها. قبل ما نصل إلى هذه النقطة والحالة الآنية الآن، يعني بعد انتصارات أكتوبر ووقوف العرب إلى جانب مصر، طبعا وصلنا إلى اتفاقية السلام وحصل مقاطعة من بعض الدول العربية من الدول العربية لهذه الاتفاقية وتم قطع العلاقات. احنا برضو كمصر انتهجنا سياسة وقتها كان اسمها مصر اولا، ان احنا يعني ننكافئ على انفسنا ونشوف بلدنا بغض النظر عن هذا الامن القومي العربي الاستراتيجي او المشتركات اللي بيننا. يعني احنا ايضا
انتهجنا هذه السياسة، يعني ده أكيد ما صبش في صالح أي طرف من الأطراف، لا مصر ولا بقية الدول العربية. خليني أكمل على كلام حضرتك بنقطة مهمة جدا. الرئيس عبد الناصر فترة من الفترات كان يتحدث عن عروبة مصر، أنه مصر هي قلب العروبة النابض. رئيس السادات جه وتكلم زي ما حضرتك قلت كده، خصوصا بعد معاهدة السلام، عن مصرية مصر أو مصر أولا بالضبط، الانكفاء على الداخل المصري لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، لأنه كان شايف أن احنا نحتاج إلى هذا الأمر في هذا التوقيت. وده ترتب عليه طبعا تكوين جبهة الصمود والتصدي وجبهة الرفض والكلام ده كله من الكثير من الدول العربية، قطعت علاقتها الدبلوماسية، ووصل الأمر إلى مدى في نقل مقر الجامعة العربية من مصر في 79 زي ما حضرتك تعلم، وظلت في تونس 10 سنوات حتى تمت إعادتها مرة أخرى سنة 89، وكانت دي معناها عودة العرب إلى مصر مرة أخرى وعودة مصر للعرب. يمكن الدولة الوحيدة حضرتك تذكر لم تقطع علاقتها الدبلوماسية بمصر وقت رئيس السادات كانت سلطنة عمان. بالضبط كده، تمام. سلطنة عمان كان لها وجهة نظر إنه الرئيس السادات بيسعى لتحقيق مصالح في الأمد المنظور سوف تعود على العرب جميعا بالفائدة، تمام، وكانت رؤية حكيمة في هذا التوقيت. ده اللي أنا بتكلم بقى عليه مع حضرتك، إنه النهاردة إحنا غزينا الصراعات أكتر مما غزينا عوامل التعاون. طيب لما رجعت مصر للعرب ورجع العرب لمصر، كان أول ترجمة لها هي حرب تحرير الكويت. لما شاركت مصر في تحرير الكويت بعد الغزو العراقي، لما اعتبر إن الكويت هي المحافظة رقم 19 وقتها تحت غطاء أممي، تمام. دي كانت ترجمة لاستعادة مصر لدورها العربي. بالإضافة لأمر آخر، دور مصر في القضية الفلسطينية، القضية المركزية، وهي قضية العرب الأولى حقيقة، دي مسألة لها أهمية كبيرة جدا، أن مصر ظلت تدافع عن هذا الدور ودفعت من دماء أبنائها الكثير. هنا بقى اللي حضرتك بتكلم عنه هو فكرة الحرب بالنيابة عن أطراف أخرى. هنا احنا دفعنا من دماء المصريين لتحرير الأراضي العربية وليس الأراضي المصرية فقط. طيب احنا معنا على الهاتف الدكتور وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز من جدة. مساء الخير يا دكتور وحيد. أهلا بحضرتك، وبنتكلم طبعا في هذه الذكرى، ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، عن الدور العربي المساند لمصر في هذه الحرب، وبيأتي على رأس هذا الدور دور المملكة العربية السعودية. كيف تعلق على هذا الأمر وتنظر إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى حضرتك بخير الجميع. طبعا ذكرى حرب 73 ميلادية هي ذكرى مجيدة في تاريخ العرب منذ قرون طويلة من الزمن، ومع الأسف الشديد كانت هذه ذكرى مؤقتة. بعدها شهد العالم العربي الكثير من الانحدار على مختلف المستويات، خصوصا انتشار حدة مستويات الصراعات السياسية والخلافات السياسية بين القيادات والزعامات العربية نتيجة لأسباب مختلفة، سواء كانت شخصية أو داخلية أو خارجية، تعنى بالدول الغربية وغير الغربية العظمى. طبعا لكن إذا عدنا إلى 73 وما قبلها، يعني تحديدا سواء كانت حرب الاستنزاف التي شنها المرحوم جمال عبد الناصر أو التي واصلها المرحوم أيضا السادات، نجد أن هذه الفترة شهدت التعاون العربي والتفاهم العربي والتوافق العربي في المجال السياسي والعسكري والمالي تحديدا. ولذلك استطاعت هذه القيادات، ومع الأسف الشديد معظمها تم تصفيتهم جسديا، سواء كان الملك فيصل رحمه الله أو الرئيس أنور السادات تحديدا، يعني هذه القيادات استطاعت أن بالفعل أن تتخلى عن خلافات وأن تثبت أن العرب إذا استطاعوا أن يوحدوا كلمتهم وينبذوا خلافاتهم وصراعاتهم الشخصية تحديدا، وخصوصا محاولة إيجاد فوارق أيا كانت هذه الفوارق من مختلف بعض الأفكار المريضة، يستطيعوا بالفعل أن يتوحدوا وأن يجدوا لهم مكانا في إعراب القواعد الدولية وأيضا على خارطة العالم السياسية والاقتصادية والتجارية. طيب. لكن مع الأسف الشديد لم تستمر هذه الحالة، إنما كانت مرحلة مؤقتة تلاها الكثير من الخلافات والصراعات العربية، كما سبق أشار ضيفكم جبهة الصمود وغيرها، ونقل جامعة الدول العربية واللاءات الثلاث وغيرها من ما يسمى بالمهاترات العربية والعنترة العربية التي لا تفيد إلا إلى الدمار.
طيب دكتور وحيد، يعني لا شك أنه العلاقات المصرية السعودية عندما تكون في حالة جيدة وهي الآن في حالة ممتازة، ده بينعكس على الوضع العربي بشكل كبير. يعني أيضا موقف السعودية في هذه المرحلة من ثورة 30 من يونيو، وهذا الدعم غير المسبوق لمصر، كيف تنعكس هذه العلاقة على مجمل الوضع العربي، العلاقة المصرية السعودية؟ طبعا كما سبق وأن أشرت أود أن أضيف أيضا أن الجيش السعودي شارك طبعا في معركة 73. صحيح. ولكن مع الأسف الشديد الخيانات على الجبهة السورية لم تمكن الجيش السعودي ولا الجيش العراقي الذي كان أيضا مدرعا في ذلك، فرقة مدرعة رقم 12 أعتقد، الدخول للمعارك والمشاركة فيه. لكن من الواضح أن المملكة العربية السعودية سواء كانت حكومة أو شعبا مع مصر وجهان لعملة واحدة. أنا أقتنع والمؤمن بهذه الحقيقة التاريخية والجغرافية والسياسية والاجتماعية. هذا جانب. الجانب الآخر يجب أن ندرك تماما بأن إن كانت هناك خلافات حتى في عهد القطيعة مع مصر، أنا كنت دائما أتي إلى مصر وكان في ممثل في السفارة السعودية، وكانت العلاقات لا زالت كما هي، وإنما كانت فقط مرضاة للإجماع العربي في ذلك الوقت. السعودية واصلت دعمها لمصر إيمانا منها بأن مصر ليس فقط دولة عربية، وإنما هي العمق الاستراتيجي للمملكة وللعالم العربي بمنبته. وهذا أمر يجب أن لا يغفله أي سياسي سواء كان محنك أو غير محنك. والتواصل الذي نشهده الآن هو ثمرة هذه العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية التي تواصلت طبعا منذ السابق، لكنها تقطعت نوعا ما في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي نتيجة إدراك المملكة بمخاطر الإخوان وارتباطاتهم الخارجية بقوى خارجية وسياساتهم الداخلية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ليس في مصر وحدها وإنما في جميع العالم العربي وربما الإسلامي أيضا. طيب نشكرك دكتور وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، حدثتنا من جدة. يعني الحقيقة أنه كلام دكتور وحيد يا دكتور حسن كان فيه كثير من التوافق مع ما قلته حضرتك من المشاكل السياسية اللي بيعاني منها القادة والزعماء العرب اللي بتؤدي إلى خلافات لا طائل لها إلا إضعاف العرب أكثر فأكثر. الآن وبعد أن حدثت في مصر ثورة 30 من يونيو، أيضا ظهرت المواقف العربية مرة أخرى مساندة وداعمة لهذه الثورة. أيضا على رأس هذه المواقف كان المملكة العربية السعودية اللي وزير خارجيتها يعني قام بجولات في العواصم الأوروبية لشرح الموقف وتبيان أن السعودية تؤازر ما حدث في مصر تماما، وخصوصا ما قالوا في باريس تحديدا. يعني بتدرك المملكة العربية السعودية والعرب أنه يعني هذه الثورة هي تصحيح أيضا لاحتمال يكون وضع عربي غير صحيح على الإطلاق هذه الأيام، فهي مقدمة يمكن نبني عليها ونصل إلى نتيجة ما في هذا الوضع العربي؟ الحقيقة يعني كلام حضرتك ده أنا اللي عايز أبني عليه بقى أستاذ شادي، لأنه ثورة 30 يونيو نقدر باختصار شديد جدا نقول أنها أعادت اكتشاف العلاقة الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج وتحديدا في موقع القلب منها المملكة العربية السعودية. ثورة 30 يونيو أعادت اكتشاف هذه العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، لأنه الحقيقة العام اللي حكم فيه الإخوان مصر أظهر مخاوف شديدة جدا ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي كله، لأنه كان حيترتب عليه تغيير لصورة التحالفات اللي كانت موجودة لسنوات طويلة جدا بين دول الخليج من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى. الولايات المتحدة بدأت تبحث عن بديل آخر في صورة صعود التيارات الإسلامية أيا ما كانت معتدلة أو متطرفة، وبالتالي تبني تحالفات جديدة، وده يؤدي إلى إعادة تقسيم المنطقة وإعادة رسم الصورة من جديد. وده طبعا أثار مخاوف كبيرة جدا لدى دول الخليج، ويمكن حضرتك يعني تتذكر إنه السعودية والإمارات عاملت مع هذا الأمر تحفظ شديد جدا. لذلك سقوط حكم الإخوان أظهر الإرادة الشعبية المصرية التي سندتها القوات المسلحة، وأظهر أيضا الدعم العربي لهذه الإرادة
الشعبية، حيث بادرت المملكة العربية السعودية وهي أول دولة أعلنت اعترافها بثورة 30 من يونيو، وساهمت زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده مع السفراء المصريين والمسؤولين المصريين والدبلوماسيين المصريين في تصحيح الصورة لدى الدول الأوروبية وإظهار أن ما حدث في 30 يونيو لم يكن انقلابا عسكريا، وإنما كان إرادة شعبية حقيقية ساندتها القوات المسلحة واستجابت لها كما هي دايما في كل المواقف العصيبة التي يمر بها الشعب المصري. كذلك الإمارات ساندت ثورة 30 من يونيو. يمكن ليه أنا بأكد على المملكة العربية السعودية؟ لأن المملكة العربية السعودية هي في موقع القلب من منطقة الخليج، وهي صحيح. أكبر دولة عربية في منطقة الخليج، وقوتها تمثل إضافة لرصيد مصر، وقوة طيب. مصر تمثل إضافة للمملكة السعودية. هنكمل الكلام يا دكتور حسن، ولكن بعد أن نذهب لرفع أذان المغرب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة من المشهد. ما زال معنا دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. طب دكتور حسن، يعني الآن وقد حدثت ثورة 30 من يونيو، واجتمع العرب مرة أخرى لمساندة مصر في هذه الثورة ودعمها، بتحيط بالعرب مخاطر كثيرة هذه الأيام من تنظيمات إرهابية منتشرة في عدة دول كبرى في الدول العربية. هناك تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم داعش، ومصر أعلنت في هذا التحالف أنها ستكون موجودة تقدم المساعدة، يمكن لوجستيا وإلى آخره، ولكن لن تكون موجودة على الأرض بقوات. هل يعني من الصواب وجود العرب في هذا التحالف، أم كان يستحسن أن يكون التحالف هو عربي بالأساس، تكون في القلب منه مصر والمملكة العربية السعودية لأنهم أكبر دولتين الآن؟ الحقيقة يعني السؤال ده سؤال مهم يا أستاذ شادي، وإجابته يعني هتثير يعني غضب كثيرين، لأنه الناس كلها النهاردة بتروج لهذا التحالف العربي الغربي على اعتبار انه تنظيم داعش هو تنظيم متطرف وتنظيم ارهابي. احنا بنسلم بكل هذا الكلام، لكن الحقيقه انا كنت افضل انه يكون تحالف عربي تحت غطاء اممي، يعني ياخذ شرعيه دوليه لمكافحه كل العناصر المتطرفه الموجوده في جميع الدول العربيه وكل المناطق. يعني تنظيم داعش ما هوش التنظيم الوحيد، لا، النهارده السعوديه حضرتك تعلم جيدا تركز عليه الولايات المتحده الامريكيه دون غيره، تركز لانه لها مصالح ولها اهداف واضحه جدا. الحقيقه قبل ما نسال كيف نكافح تنظيم داعش، لابد ان نسال من الذي صنع تنظيم داعش. صحيح. الحقيقه احنا النهارده اختفى تماما الحديث عن تنظيم القاعده، وابتدى الحديث كله ينصب على تنظيم داعش. عندك جبهه النصره، عندك جماعه الاخوان او تنظيم الاخوان الارهابي الذي اعلنته المملكه العربيه السعوديه نفسها تنظيما ارهابيا. كنت اتمنى ان يكون هذا التحالف تحالفا يمتد ليكافح كل الاشكال المتطرفه وكل التيارات المتطرفه التي تظهر وتعلو على السطح في هذا التوقيت، وحيترتب عليها للاسف الشديد زي ما قلت لحضرتك كده نوع من المؤامره الغربيه لاعاده تقسيم المنطقه كلها، وللاسف باموال العرب. العرب يشاركون بقتال وطائرات ومقاتل واموال. صحيح. حقيقة. انما النهارده السؤال المهم، الولايات المتحده حين يعني تقصف اماكن في البنيه التحتيه في العراق وسوريا تحت اي غطاء بيتم يعني قصف هذه المناطق، ومن اللي بيترتب عليه يعني اهدار دماء مدنيين، لابد ان يسقط مدنيين في هذه العمليات العسكريه. النهارده لابد ان يكون هناك غطاء اممي يكفل المشروعيه القانونية لهذه الضربات. النهاردة مصر أحسنت صنعا الحقيقة، ولابد أن نوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان من الذكاء والحكمة بدرجة عالية جدا أنه قال لا وجود لجندي مصري خارج الأراضي المصري، لأن مهمة القوات المسلحة هي حماية الأمن القومي المصري داخل الحدود المصرية، ولا مشاركة إلا تحت غطاء أممي، وإنما المشاركة المصرية في هذا التحالف إن وجد سوف تكون استخباراتية معلوماتية على أقصى تقدير. ودي الحقيقة، ده الحقيقة موقف يحمد له إن هو لا يغامر بأبناء مصر في أي مغامرات خارجية غير محمودة العواقب. وكان هناك أيضا كلمة لوزير الخارجية المصري في المؤتمر اللي عقد في المملكة العربية السعودية لهذا التحالف، وقال أنه يعني في الوقت اللي بتطلبوا فيه مصر بأنها تشترك في هذا التحالف، أنتم منعتم عنا المساعدات والأسلحة لكي نحارب التنظيمات الإرهابية الموجودة في بلدنا. بالفعل يعني كان الموقف متناقض.
خلي بال حضرتك من شيء. فكرة طائرات الأباتشي اللي دايما كل شوية الولايات المتحدة تقول لحضرتك إيه لا والله ده احنا هنديكوا 10 طائرات، لا ده احنا هنديكوا 5 طائرات، هي فكرة العصا والجزر عفوا يعني اللي هي بتمارسها مع القيادة المصرية، لكن القيادة المصرية أذكى بكثير من هذا الأمر. احنا مش محتاجين النهاردة طائرات الأباتشي علشان نكافح الإرهاب، لأنه الكل يعلم أن مصر كانت من أولى الدول التي عانت من ويلات هذا الإرهاب سواء في التسعينيات أو في الوقت الراهن. اللي بيحصل النهاردة وسقوط دماء مصريين أبرياء، ده ماذا يفسر إلا إذا كان إرهاب حقيقي تمام ويحتاج إلى مقاومة. وبالتالي العالم كله يعترف الآن بأن مصر تقف في المقدمة في مكافحة الإرهاب، ومش محتاجين صك من حد يثبت أن احنا نشترك سواء في هذا التحالف أو في غيره. وبالتالي طائرات الأباتشي لا يمكن أن تستخدم دائما كعصا أو كجزرة لتغري مصر للمشاركة في هذا التحالف. احنا قادرين على مواجهة الإرهاب، ولكن لنا طريقتنا في التعامل مع العمليات الإرهابية بصورة واضحة جدا. الأمر الثاني الحقيقة أنه الخشية الكبيرة جدا من أنه يحدث ما حدث تاريخيا، حضرتك تسمع طبعا عن اتفاقية سايكس بيكون هي تقسيم العالم العربي تمام، ودايما كان ينظر إلى الأمة العربية على أنها أمة واحدة، وأنه الخطوط الفاصلة بينها هي خطوط صنعها الاستعمار. بالضبط صنعها الاستعمار. النهاردة احنا خايفين أنه دولة زي العراق مثلا تتحول إلى 3 دويلات، سوريا تختفي من على الخريطة وتظهر دول جديدة، ليبيا في الجوار الإقليمي. علشان كده مصر دايما كانت معنية بفكرة الأمن القومي العربي اللي هو امتداد للأمن القومي المصري. ما يحدث في ليبيا في الجوار في الغرب بالتأكيد هو يمس مصر، وبالتالي كان الحرص الكبير جدا على عقد مؤتمر دول جوار ليبيا واستضافته والزيارات المكوكية اللي بيقوم بها وزير الخارجية سواء للاطمئنان على أحوال المصريين الموجودين هناك، أو حتى النهاردة حضرتك تعلم رئيس وزراء ليبيا بيزور مصر حيلتقي بالرئيس السيسي. هذا الكلام كله بيعبر عن ترجمة حقيقية للمصلحة المصرية التي هي في موقع القلب من المصلحة العربية. طب ده بيخليني أسألك يعني رأيك في السياسة الخارجية المصرية الآن بالخصوص تجاه العالم العربي، ما الذي تغير فيها؟ شوف أقدر أقول لحضرتك أنه فترة حكم الإخوان عفوا يعني كان السياسة الخارجية المصرية سياسة تايهة، ما كانتش تبحث عن يعني بوصلة معينة، كان في يعني تغيرات، ولا كان ليها بوصلة خاصة بأجندة ما؟ طبعا ما لحقتش يعني، كانت بتحاول تجه وجهة معينة، التقارب مع إيران، التقارب مع الشيعة، الكلام ده كله يعني. وفي نفس الوقت كان بيلعب برضو مع السعودية في أثناء فترة حكم الإخوان، كانت زيارة الرئيس مرسي للمملكة العربية السعودية لطمأنت السعودية بأنه لا يمكن تصدير يعني المذاهب معينة، لكن ما لحقش الحقيقة. وكمان مقاومة أبناء وزارة الخارجية نفسهم لهذه البوصلة يعني كان مهم قوي. النهاردة بتستعيد مرة أخرى مصر دورها الريادي مع العرب، بتعود مرة أخرى مصر للعرب ويعود العرب إلى مصر. ليه؟ لأنه فترة حكم الإخوان حضرتك تعلم أنه كان بيحاول تغيير الهوية الوطنية، يحاول صبغها بصبغة إيديولوجية غير مصر إلى دولة ثيوقراطية زي ما بيقولوا أو دولة دينية، ده أمر غير مقبول. وده اللي خلى دول الخليج الحقيقة يعني عندها مخاوف شديدة جدا. ليه؟ لأنه حضرتك تعلم دول الخليج نفسها تستمد من الشريعة الإسلامية، وجودها الحكام يستمدون من ذلك، ولما تظهر دولة دينية ودولة ثيوقراطية معناها أن هناك تصادم بين شرعيتين. صحيح. الشرعية اللي تمثلها مصر دي والشرعية اللي بيمثلها الحكام في دول الخليج. طب دول بيمثلوا شرعية إيه لو كانت الدولة الدينية اللي موجودة في مصر بهذا الشكل، ومصر هي قلب الأمة العربية؟ علشان كده كانت المسارعة إلى تأييد ما حدث في ثورة 30 يونيو، لأن سقوط مصر كان معناه سقوط كل هذه الدول العربية مرة أخرى. يعني الدفاع كان دفاعا لأن مصر هي الشقيقة الكبرى، ولكن لأن هناك أيضا مصلحة تتحقق لهذه الدول، وسقوط مصر معناه سقوط وتهديد لكل هذه الدول. خلينا صرحاء برضه يا أستاذ شادي، إنه مدلل أنا قلت في بداية هذه الحلقة يعني إنه بجانب فكرة إن إحنا أشقاء لكن هناك مصالح. طبعا السياسة مصالح، ومش عيب إطلاقا إن المصالح تتوافق مع بعض طالما أنه يجمعنا عوامل كثيرة جدا ولا تفرق بيننا. بالعكس، ده لما تجمعنا مصالح نستطيع أن نحقق أهداف مشتركة بدرجة كبيرة جدا. النهاردة في اتفاقيات موقعة بين كثير من الدول العربية، بين الدول العربية كلها اتفاقية الدفاع العربي المشترك. أين ترجمة هذه الاتفاقية حين يتعرض دولة عربية لاعتداء معين؟ لابد ان احنا نترجم كل هذه الاوراق الى واقع على الارض. المشروعات والاستثمارات، عندك استثمارات سعودية في مصر 6 مليار، عندك استثمارات من الكويت 3 مليار دولار. هذه الاستثمارات لابد انها تترجم في صورة تحسين الاوضاع المعيشية وتحقيق التقارب في المستوى الاقتصادي بين الدول العربية وبعضها. ما يبقاش دول يعني تحقق وفرة شديدة جدا ودول تعاني يعني معاناة شديدة جدا. وبعدين مصر مش هتظل تعتمد على فكرة المعونات من الأشقاء، في وقت من الأوقات هذه المعونات لابد أن تتوقف. يبقى النهاردة برضو نذكر مع حضرتك الدعوة الكريمة اللي وجهها خادم الحرمين الشريفين لعقد مؤتمر دولي
بشأن مصر وتقديم الدعم التنموي. أيوه. خليني بقى ما أقولش مع حضرتك فكرة المساعدات، لا فكرة الدعم التنموي، إن احنا نعمل مشروعات استثمارية، ودي الدعوة اللي ثنى عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة حين دعا دول العالم جميعا للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي المزمع عقده في فبراير. ده مؤتمر هيكون له يعني ما بعده زي ما بيقولوا، هيبقى نقطة تحول حقيقية في المسار الاقتصادي لمصر إذا أحسن التخطيط والإعداد له وأحسن الاستفادة منه. طيب دكتور حسن، أخيرا يعني لما نيجي نتكلم على أنه الموقف العربي بعد ثورة 30 يونيو في مصر بات مهيئا لشكل أكثر يعني وحدة، يعني مصر من الممكن أن تجمع كل هذا الشتات العربي الآن، إذن ما الذي يعوق هذا؟ هل العدو الاستراتيجي للعرب نجحت القوى الغربية في تغييره؟ كان دايما إسرائيل، هل أصبح الآن الإرهاب؟ والله الغرب اخترع لنا يعني عدو جديد، هو ناجح قوي في القصة. ناجح قوي ان هو يخترع لحضرتك تمام اعداء حتى من انفسنا للاسف الشديد، مدى اللي حصل بالظبط. اخترع لحضرتك هذه التنظيمات وصنع هذه التنظيمات في فترة من الفترات كنوع من الالهاء، يغير العدو ده عشان نوع من الالهاء الحقيقة عن فكرة الوحدة العربية، عن فكرة التعاون العربي المشترك، عن تفعيل آليات للتعاون بين هذه الدول وبعضها. لا، تظل هذه الدول دائما منشغلة بأمر معين يلهيها عن فكرة الوحدة، رغم ان احنا عارفين الاهداف كويس طبعًا. ولكن برضو لكن بنمشي كل فيها مرة من الاسف الشديد بنقع في نفس الخطأ، لكل مرة بنقع في نفس الخطأ. كل الدول العربية اللي حضرتك شايفها النهاردة في كثير منها عوامل توتر اكثر من عوامل الاستقرار، زي ما قلت لحضرتك مش عايز اعددها مرة اخرى، لكن مصر يمكن اكثر دولة بتحاول ان تتماسك حتى هذه اللحظة. أيوة. ولانه زي ما حضرتك اقترحت كده ان مصر تقود فكرة لم الشتات العربي، هتحتاج لوقت شوية. ليه؟ لأنه يعني ترتيب البيت من الداخل هيحتاج إلى وقت، وكمان إثبات أن البيت أصبح مرتبا من الداخل أمام الآخرين هيحتاج لوقت برضو. بمعنى إيه؟ أنه كل العرب اللي بيحيطوا بحضرتك وكل الدول الأوروبية منتظرة حتى هذه اللحظة ترجمة خارطة المستقبل اللي احنا أنجزنا منها خطوتين، صحيح، وكمان عايزين يتأكدوا انه لا عودة لتنظيم الإخوان الإرهابي مرة أخرى في الحياة السياسية علشان يقدر يشارك مع حضرتك بقلب مفتوح. الأمر الثاني الحقيقة انه هو عايز يضمن وجود جهة منظمة وقادرة على ضبط الأمور. بمعنى إيه؟ استمرار وجود الجيش في الحياة السياسية كضابط للأمور هيمثل عامل أمان كبير جدا بالنسبة للدول العربية، لأنه لم يكن يعرف أن يتعامل غير مع حاكم مركزي واحد في مصر، وبالتالي وجود هذه الجهة المركزية ولو لفترة معينة حتى نتحول إلى صورة أخرى هتمثل باعث أمان لهذه الدول. كل هذه العوامل هتحتاج لوقت حتى تستطيع مصر أن تعود مرة أخرى إلى ريادتها ولم الشتات العربي مرة أخرى. نتمنى أن يحدث ذلك، يعني نتمنى طبعا احنا بنقول هذا الكلام وبنتمناه، ونتمنى أنه يترجم إلى أفعال حقيقية من أصحاب القيادة وأصحاب السلطة سواء في مصر أو في غيرها من الدول العربية. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على هذا الحوار، ونراك قريبا على خير إن شاء الله. شكرا لحضورك مشاهدينا، بهذا بتنتهي هذه الحلقة من المشهد، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.